بداية الارتقاء بصحة المواطن المصري من أبرز الملفات التي وضعت في أولويات الدولة المصرية من خلال مسارين. الأول هو إعادة البنية التحتية من خلال التجديد والإحلال في المؤسسات الصحية القائمة وإضافة أيضا مؤسسات جديدة، والثاني هو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة كالمبادرات الصحية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتي تعدت 20 مبادرة. نبدأ جلستنا بالتعرف على واقع هذا القطاع وكيف تغير خلال 9 سنوات الماضية من خلال العرض التالي. كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا إن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين. مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال 9 سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة به في العالم. ومش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين. وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط. لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President عبد الفتاح السيسي who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه. تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية الثانية زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بالزيادة 7 أضعاف. وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014. ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل 14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم. وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية. وقدرنا نقدم أكثر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات، وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة واللي قدرت في 2022 تعالج أكتر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه.
وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018 وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022. وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكثر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه. وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادي مصرية 100%. وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكثر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين. هنا الخدمة كويسة وما خدتش وقت على خدمة الخدمة وجراب بتاعتهم سليمة في أي وقت نيجي نلاقي دكاترة. دلوقتي كل حالة لها دكتورة والعلاج موجود على طول في الصيدلية. كل ده حصل نتيجة شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن إنجازاتنا اتكتبت حكاية وطن.